وسط طقس ماطر وأجواء باردة تواصل تشكيلة مولودية الجزائر تحضيراتها بتركيا خلال التربص الاستعدادي الذي يسعى فيه المدرب بوعلام شارف لتجهيز كتيبته من كافة الجوانب. رفقاء حشود تدربوا الأربعاء وسط ظروف مناخية صعبة في ظل إصرار المدرب شارف على إنجاح برنامجه التحضيري، غير أن المخاوف تبقى كبيرة من إمكانية بقاء الأحوال الجوية على حالها يوم الخميس، ما يهدد بإلغاء مباراة الفريق الودية أمام ناد من أوزبكستان. عبد الرحمن، بعث تلفزيون الهداف إلى تركيا رشيد بن شيخ إلى الملتقى.